السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاكرين يا أصدقائي درس الزكاة اللي احنا اتعلمناه قبل كده؟ درس الزكاة دوة كان بيتكلم عن ان الزكاة ركن من أركان الإسلام، وكانت الركن الثالث من أركان الإسلام، وكان بيعطي الغني فيها الفقير اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليه من مال أو أي حاجة كل عام. يعني ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا ان احنا نعطي من المال بتاعنا كل سنة لمين؟ للفقراء. طيب النهاردة عندنا حاجة تانية اسمها الصدقة. الصدقة دي بقى مش واجبة، مش واجبة التنفيذ زي الزكاة. الزكاة واجب علينا، انما الصدقة مش واجبة، يعني لا يشترط ان تكون غنيا عشان تأديها. مش لازم تكون غني قوي ومعاك فلوس كتير عشان تعرف تدفع الصدقة، لكن يمكنك ان تتصدق ولو بالقليل. اي حاجة بسيطة ممكن نتصدق بيها. طيب ايه هي الاشياء اللي احنا ممكن نتصدق بيها، وفي امتى الوقت اللي احنا بنتصدق بيه؟ قال لي دلوقتي في حاجات كتير ممكن نتصدق بيها، زي اللعبة مثلا او الملابس او قليل من المال فلوس قليلة شوية، ممكن الطعام الاكل يعني، او اي شيء نرى ان هو ايه احنا مش بحاجة اليه. طيب لكن في قدامنا صور من التصدق بتبقى في العطاء وبيكون في اي وقت. طيب انا عندي دلوقتي درس اسمه التصدق اللي هو العطاء. تعال كده نشوف صديقنا الاتنين اللي جنب بعض دول اصدقائنا ايه اللي حصل بقى. قال لي بعد صلاة العيد قرر عمر وزياد ان يلعبا معا بسيارتي عمر الجديدتين. يعني عمر كان عنده عربيتين جداد، قرر عمر وزياد ان هما يلعبوا ايه، هما الاتنين بالعربيات. وبينما هما يلعبان لاحظ والد عمر، بابا عمر لاحظ ان طفلا محتاجا يقف من بعيد. تعال نشوف الصورة كده، ادي عمر وزياد بيلعبوا مع بعض وفي ولد بعيد واقف محتاج. طيب الولد ده كان بيبص عليهم من بعيد. بابا عمر لاحظ ان في ولد يقف من بعيد يشاهدهما، وكأنه يتمنى لو ان عنده سيارة جديدة مثلهما فيلعب معهما. جه بابا عمر في الصورة اللي بعديها وايه، نادى والد عمر زيادا وعمر واخبرهما بما لاحظ وسألهما يا ترى هل تستطيعان مساعدته لتدخل السرور عليه؟ فاقترح كل منهما ان يتصدق بلعبة من لعبه. كل واحد منهم قال انا هطلع لعبة من عندي علشان اديها للولد اللي ايه اللي واقف زعلان بعيد دوا. تعالى نشوف اللي حصل بعد كده. عمر وزياد كل واحد منهم جاب لعبة شايفين في ايديه ايه، ولفها بطريقة ظريفة جوه ايه علبة شكلها شيك وحلو ونظيفة. ذهب زياد وعمر لاحضار لعبة، واختار كل منهما لعبة بحالة جيدة وغلفوها بورق الهدايا حتى تبدو بأحسن شكل كما وصاهما والد عمر. ايه اللي حصل تاني؟ هنشوف كده. الله على الجمال، اهدى عمر وزياد الهدايا للطفل ففرح بها وشكرهما، ففرح لسعادته وقرر ان يقوم بإخراج لعبة من لعبهما كل فترة حتى تعم السعادة على من حولهما من المحتاجين. يبقى عمر وزياد يا ولاد دلوقتي عملوا حاجة كويسة ولا حاجة مش كويسة؟ وانا سمع حد من اصدقائي كده هناك بيقول ان عمر وزياد عملوا حاجة كويسة. طبعا كفاية ان هما ادخلوا الفرح والسرور على قلب مين؟ الولد اللي كان قاعد زعلان في اخر الصورة وكان متضايق. يبقى هما ادخلوا الفرح والسرور على ايه؟ قلب الولد الجميل الفقير اللي هو ما كانش معاه لعبة. يبقى تصرف عمر وزياد دوة اثر في الطفل المحتاج ولا ما اثرش؟ سمع حد هناك كده بيقول لي طبعا يا ميس اثر. اثر ازاي؟ يعني خلى الولد ايه انبسط، خلى الولد ايه انبسط. طيب احنا عندنا دلوقتي في آية جميلة ربنا سبحانه وتعالى قالها لنا في القرآن، بتقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء
والله واسع عليم. صدق الله العظيم. يعني ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالتصدق في القرآن، تمام؟ طيب، المتصدق ده بينال رضا الله سبحانه وتعالى وجزاؤه على ما قام به، ويبارك الله تعالى له في رزقه. وكمان رب النبي عليه الصلاة والسلام كمان قال لنا حديث، قال لنا ايه فيه؟ ما نقص مال من صدقة، يعني ما فيش اي مال هينقص من الصدقة. الصدقة دي بتساعد الفقراء في التغلب على مصاعب الحياة، يعني حد مثلا مش معاه فلوس يجيب اكل، مش معاه فلوس يجيب لبس، فالصدقة دي تنفع ايه؟ الناس المحتاجين والفقراء. الصدقة والعطاء دول كمان بينشروا الحب، لما الناس تتصدق بينها وبين بعضها كده هتلاقي الناس بتحب بعضها وبيبقى في تآلف بينهم. وكمان المجتمعات بتاعتنا اللي بينتشر فيها الصدقة بتكون ايه؟ فيها تعاون، وبيكون فيها الأخلاق الكويسة منتشرة بطريقة جميلة. يلا بينا بقى يا أصدقائي نشوف ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن نتصدق بيها. عندي ملابس، ممكن نتصدق بإيه؟ بالملابس، صح؟ ممكن نتصدق بإيه؟ بالمال، ممكن نتصدق بالطعام، وممكن نتصدق بإيه تاني؟ بنساعد مثلا في مصروفات التعليم، وممكن نتصدق عشان نبني حاجة تنفع المجتمع بتاعنا، نبني مثلا مسجد، نبني مستشفى، نبني مدرسة، يعني نبني أي حاجة تنفع المجتمع بتاعنا. وكمان ممكن نتصدق بإن احنا إيه؟ نشارك في شيء يفيد المجتمع. لو ما فيش عند الناس اللي ايه اللي يكفوه اللي يكفي ان هم يتبرعوا بيه او الصدقة، نشارك معاهم. طيب دلوقتي يا اولاد، لو ايه اللي كان هيحصل لو كان عمر وزياد ما ساعدوش الولد والطفل الايه المحتاج؟ كان هيشعر بايه؟ اكيد كان هيبقى قاعد زعلان طول الوقت. طيب ايه اللي كان هيحصل لو كان زياد اعطاه السيارة المكسورة؟ كيف كان سيشعر؟ كان هيحس بايه لو عطله السيارة المكسورة؟ طبعا كان هيزعل طبعا. طيب دلوقتي هو حس بايه الولد بعد ان اصبحت لديه سيارة زي عمر وزياد؟ وحس بايه عمر وزياد كمان حسوا بايه؟ اكيد كانوا سعداء، التلات اطفال كانوا سعداء. طيب انت تحب يا ولاد تكون واحد فيك يكون سبب في سعادة الاخرين؟ طبعا طبعا طبعا. ده انا لما باجي مثلا اتكلم مع بابا ولا اتكلم مع ماما وكده انا السبب في سعادتهم، ببقى فرحان قوي ومبسوط جدا ان هم ايه سعداء. طيب اجي ابص تاني على الصورة بتاعتي هنا، بيقول لي اختر ولون. ايه اللي ممكن اتصدق بيه؟ جاكيت شكله جميل ونظيف، فعلا هو ده اللي ايه اللي هلونه عشان ده ينفع اتصدق بيه. طب الصورة التانية كمان عندي فيها ايه؟ ايه ده فيها لعبة متقطعة وشكلها وحش، دي هتصدق بيها؟ اكيد طبعا لما اديها لحد هيزعل ان انا اديت له حاجة مقطوعة. طيب عندي طعام جميل اهو، الله، عنب جميل وموز، ينفع تصدق بيهم؟ طبعا ينفع. وشنطة مدرسة جميلة ونظيفة اهي ومفيهاش قطع ولا حاجة، ينفع تصدق بيها؟ طبعا كمان ينفع. وفيها ورق وادوات، طبعا عندي كمان لعبه، الله، دي عروسه جميله وفيها ايه وجنبيها كمان كوره، هناخد الكوره دي ونتصدق بيها؟ ينفع، يبقى انا هلون هنا كمان. ايه ده عندي شراب متقطع، ينفع تصدق بيه ده؟ لا طبعا ما ينفعش. تعالوا يا اصدقائي بقى نشوف الصفحه دي محتاجه مننا ايه. قال لي فكر وصل، اول صوره فيها ايه؟ تعالوا نستهكى مع بعض كده، غار حراء. تمام، غار حراء ده كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقعد فيه يعمل ايه؟ يتعبد. يبقى هوصله بايه؟ بسوره القران الكريم، كان بيقرا القران. طيب انا عندي صديقان هنا متخاصمين، شايفينهم؟ ايه ده ايه ده، بصوا بيبصوا لبعض ازاي وزعلانين، هو ينفع ده؟ لا لا ما ينفعش. ايه اللي ممكن اعمله معاهم؟ اصالحهم على بعض. هوصلهم بمين؟ خيرهما من يبدا بالسلام، زي الحديث اللي قاله لنا النبي عليه الصلاه والسلام. طيب عندي كمان الصوره اللي في اليمين دي، الله، الصندوق بتاع الزكاه بنحط فيه فلوس، والزكاه دي كانت ايه؟ ثالث ركن من اركان الاسلام، ثالث ركن من اركان الاسلام. تعال نشوف الولد الجميل ده عايز يعمل حاجه اسمها صله الرحم، يعني يزور قرايبه، هيروح لجده ازاي ولا اصدقاء عمر؟
تعال نوصله كده، هيمشي كده 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 لغاية